اه متر ممكن ثانية؟ أيوة يا فندم تحت أمرك. أنا بقالي نص ساعة طالب الأكل، مش عارف هو ما جاش لحد دلوقتي ليه، ممكن تستعجل الشيف شوية؟ يا فندم الأكل قدام حضرتك بقاله نص ساعة وحضرتك ما أكلتش. فندم بص على الأطباق ده اللي حضرتك طلبته. إزاي يعني؟ فين ده؟ إيه ده؟ فندم حضرتك طالب طبق بطاطس، البطاطس أهي والشيف قالها وهي في المطبخ ولا إيه مش فاهم؟ يا فندم هي دي البورشنز في مطعم إلا، الطبق صغير آه بس الفكرة في الكواليتي، في التيست. حبيبي أنا جاي آكل وأشبع مش جاي أحلف على الأكل. لقمة هنية يا فندم بقى. طب بذمتك دي تكفي 100؟ بلاش، أنا طالب طبق كشري. إيه الطبق ده؟ إيه ده؟ إيه دي؟ طلع تجري؟ ماله يا فندم؟ ما كشري إلا ديلوكس ها؟ أنت جايب لي بولة كشري وبعدين بارد. لا يا فندم لو بارد نسخنه. انت مجنون ولا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ اهو يا فندم بقى سخن وموحوح. وانا عشان لبسي محترم تضحكوا عليا ولا ايه مش فاهم؟ وبعدين انا كنت طالب حاجه ساعه، فين الحاجه الساعه؟ عايز اشرب عطشان بعد ما اكلت الاكل ده كله. لا طبعا يا فندم الحاجه الساعه موجوده، حضرتك عايز دايت صح؟ بون ابيتي. ايه ده؟ مش كتير شوية؟ أنا مش حاسس إن أنت مسرف شوية في إن أنت تحط حاجة ساعة؟ طب بعد إذنك ممكن تاني؟ عايز الفيل؟ هو كان فيه فيل عشان يبقى فيه ريفيل؟ دي شتيمة، هات الشيك يلا بسرعة. أوي أوي يا فندم، اتفضل. إيه ده؟ لا 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 لا، ده محتاج قرض من صندوق النقد. كل ده عشان ده؟ فندم إحنا في مطاعم إلا الكواليتي أهم حاجة عندنا، سعر إيه اللي بتتكلم فيه؟ بقول لك إيه؟ فندم صوتك عالي. انا طالب كشري مش سلمو. احنا في مطعم إلا وانا ممكن اقل ادبي عليك. نادي للمدير دلوقتي. حضرتك عايز مستر إلا يعني؟ انا عايز مستر إلا، هاتهولي عشان هقل منه دلوقتي. حاضر يا فندم، بس احب احذرك مستر إلا مش حمل انك تقل منه خالص. ليه؟ الباشا ماله؟ عشان ده مستر إلا. معاك الشيف إلا؟ الشيف إلا تشاو إلا تشاو. اتفضل يا مستر اتصرف معاه. يا عزيزي عزيزي انا جنب الباب اهو، انا اللي بشاور تحت الصغنن ده. عزيزي انا جاي لك اهو. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد، انت مسافر تتفسح في ايطاليا حيث الجمال والفن والعماره الفريده، وقررت تزور مدينه مودنا عشان نفسك تشوف المقبره اللي عاملها ألدو روسي. لو ما تعرفوش فخليها عشان تروح تشوف مقرات لامبورجيني وفراري ومازراتي. بعد ما لفيت على كل هذه الحاجات العظيمه وقررت تتغدى في مطعم مشهور، قمت فاتح تريب ادفايزر بتاعك ولقيته بيرشح لك مطعم مشهور جدا اسمه اوستريا فرانشيس. عزيزي المشاهد، ده واحد من افضل 5 مطاعم في العالم. سنة 2018 كان الافضل على الاطلاق على حسب تصنيف ميشلان، فهذا المطعم واخد 3 نجوم وده اعلى حاجة في التصنيف. ده زي كده لما تكسب الاوسكار بتاع المطاعم، ده اعلى تقييم. عزيزي المشاهد هو غالي حبتين 3 يمكن 4-5 كمان، بس عزيزي المشاهد انت جاي تتفسح في ايطاليا مش عايزين نحرمك من حاجة. المهم تذهب الى المطعم وكلك حماس. بتبص لقيته مكان صغير فيه 12 ترابيزة بس، لكنه كان زحمة شوية، فادوك رقم عشان تنتظر دورك. جاي تبص في الرقم كده عزيزي المشاهد تقول 6123. تقول 6000 ده كتير جدا، بس مش مشكله عزيزي المشاهد، تقول ده واحد من افضل المطاعم فلازم الواحد يستنى شويه. فتفضل قاعد تمر الدقائق والساعات، نبتدي نخش في الايام، بعد كده الاسابيع، بعد كده الشهور. شهور يا ابو حميد؟ نعم عزيزي المشاهد، لو حجزت في فبراير فاول ميعاد متاح ليك هيبقى في يوليو. يعني عزيزي المشاهد انت حجزت في الشتاء وميعادك جه في اول الصيف، انت قررت تصمد وتتمسك دورك. بس المهم دورك جه الحمد لله. دخلت المطعم وانت يا عيني بتموت من الجوع. انت لوم يا بت لو سمحت انا عايز اكل احلى حاجه عندكم. فاما اقول لك في عندنا طبقنا الشهير تورتليني ووكينج انتو بروث، حسب جوجل ترانسليت التورتليني يتمشى في الشوربه. ها انا عايز ده لو سمحت. فضلت قاعد بقى منتظر التورتليني بتاعك، لقيت بقى الجرسون جاي عليك من بعيد ومعاه طبق كبير جدا، طبق ينسيك ان انت كنت جعان اي يوم تاني في حياتك. نزل بقى بالطبق العملاق ده على الترابيزه قدامك، لسه يا حبه عيني بتبص لقيت هناك 6 مكرونات. عزيزي المشاهد ابو حميد انت بتتكلم بجد ولا دي مبالغه؟ لا بالفعل عزيزي المشاهد 6 مكرونات بالعدد. ده ما يمكن يا ابو حميد دي بيسموها في المطاعم اللي هي البيبتايزرز دي. عزيزي المشاهد ده المين كورس. ايه عزيزي المشاهد؟ طبعا انت شفت هذا الكلام قلت الله انا اتنصب عليا ولا ايه؟ يعني انت مستني بقالك شهور ودافع قد كده وفي الاخر كل ده عشان 6 مكرونات؟ عزيزي المشاهد عايزك ثابت على هذا الرياكشن عشان سوف اخدك لرحله لامريكا. عزيزي المشاهد شعورك مش هيختلف عن ده خالص لو بدل ما كنت في ايطاليا كنت في امريكا وعايز تزور بيت يعتبر من التحف المعماريه
المعمارية اللي الناس بتروح تزوره من كل حتة. بيت فارنزورث التحفة المعمارية. التحفة المعمارية دي اتباعت في ديسمبر 2003 ب$7.5 مليون. واحد يقول لي يا ابو حميد انت شوقتني، انا عايز اشوف التحفة المعمارية دي. حاضر. التحفة المعمارية اللي بتكلم عليها اهي، هذه العلبة من الإزاز. ايه ده؟ فين يا ابو حميد الحيطان؟ هنقعد كده مكشوفين وعرايا؟ اللي حصل عزيزي المشاهد ان الدكتورة إيديس فارنزورث طلبت من معماري شهير اسمه ميس فاندرو يصمم لها بيت ريفي. الست عايزة مكان تقدر تقضي فيه اجازة نهاية الاسبوع ويكون محاط بالمناظر الطبيعية الحلوة، تنعزل فيه عن العالم والدوشة والشغل وتمارس فيه هواياتها. كانت بتحب تعزف كمانجا وتترجم شعر وتقعد في هدوء تستمتع بالطبيعة. ام عمك ميس امراح عمل لها سقف وارضية وقفلهم بإزاز وراح قال لها ادي المفتاح يا ست الكل، عملت لك بيت مفتوح على الطبيعه من كل حته وعايزين الشاي بتاع الرجاله. قامت قالت له ايه ده انت عامل لي فترينه ازاز في الشارع وعايز فلوس يا حرامي، ده مش بيت ده سقف وارضيه. وقامت خناقه كبيره بينهم وجرجروا بعض في المحاكم. هو طبعا بيطالبها بفلوس هي مش عايزه تدفعها وهي اتهمته بالمال براكتس، قالت يعني ان هو ما عملش حاجه ولا مؤاخذه سلق التصميم كروته. طبعا عايزين مشاهد بعض الناس بتقول ان هي عملت كده عشان هو يعتبر الاكس بتاعها، فيعني زي ما تقول كانت مشحونه قوي. بس عايزين مشاهد الله، او مش معنى ان البيت حيطانه ازاز ان احنا نتدخل في امورهم الشخصيه. وبعدين عايزين مشاهد احنا بنعمل سياق الحلقه ما تبوظليش السياق. عايزين مشاهد انا بحكي لك ده عشان الشعور اللي جالك لما دفعت كل الفلوس دي وانتظرت الانتظار ده عشان في الاخر يجيلك 6 مكرونات، غالبا كان نفس شعور هذه الست. واحد يقول لي قال لها يا ابو حميد الجنان ده احنا كده جايين نهزر. بس ايها المشاهد الجميل، هذا الجنان وراه فكره فنيه وهي less is more. يعني لو انت معاك طبق كشري وانا من غير ما انت تاخد بالك قمت واخد معلقه، هتحس بحاجة؟ لا مش هتحس. لكن لو كان الطبق فيه 6 مكرونات بس وانا خدت واحدة، هتحس بحاجة؟ اه هتحس بالفرق. ساعتها كل مكرونايا هيبقى ليها قيمة اكبر لان العدد قليل. ميس فاندرو كان من المعماريين المؤمنين انه less is more، وكان شايف ان كل ما نقلل في التفاصيل ونعمل حاجة ابسط كل ما نقدر نركز اكتر على كل عنصر وندرك جماله وقيمته اكتر. كانوا شايفين ان التفاصيل الكتير والزخارف الكتيرة واي حاجة ملهاش استخدام عملي يبقى ملهاش لازمة وتتشال. عزيزي المشاهد لو انت بتفكر في المينيماليزم احب اقول لك انت صح. انا عارف انت ما كنتش بتفكر في ده بس مش مشكله. المينيماليزم بدا من هنا فعلا، وميس فاندرو هو تقريبا اهم اسم في هذا التيار، تيار المينيماليزم، وهو واحد من اهم 5 اسماء في تاريخ العماره الحديث. في الحاله بتاعت بيت الست اللي عملت معاه مشكله دي، عمك ميس بتاعنا كان شايف ان اهم حاجه بالنسبه للست دي الطبيعه، وكان عايز يصمم بيت بيتيح للي ساكن فيه اكبر تركيز ممكن على هذه الطبيعه الجميله. فقرر ان هو يصمم بيت يبقى تقريبا ولا حاجه، كانه مش موجود اصلا، فاللي قاعد جوه يبقى كانه ممتزج بالطبيعه اللي حواليه. سينيور ماسيمو بوتورا اللي هو الشيف اللي عمل طبق التورتليني ابو 6 مكرونات كان بيحمل نفس الايمان ان لس از مور. في لقاء لي كان بيحكي انه كان بيحب التورتليني اللي جدته كانت بتعمله وهو صغير جدا، بيحب شكله وطعمه وطريقه عمله، وكان بيتضايق جدا لما الناس تاكله بسرعه من غير ما تفكر وتتامل فيه. واحد يقول لي الله يا ابو حميد انت حمستني، ايه التورتليني ده؟ عايز المشاهد دي مكرونه صغيره بيتحشي فيها قطعه من اللحمه او الجبنه او المشروم، وزي اي طبق مكرونه مش هتقعد لا مؤاخذه تتامل فيه وتقول الله شوف المكرونه دي رشيقه ازاي او مقطوعه بزاويه كام درجه. فالراجل قرر انه عاوز الناس تبص للطبق ده باحترام وتركيز، عشان كده حط 6 مكرونات بس، انت قدامك 6 مكرونات بس. فده زي ما تقول خلى الناس تديهم قيمه اكبر وتهتم بيهم اكتر. مش بس كده، لما تروح في المطعم وتطلب الاكله دي هتجيلك في طبق ابيض كبير واسع وانت بص عليه شايف مساحه كبيره فاضيه مفيش فيها غير المكرونه وبس. مش هتتشتت لو في ورده على الترابيزه مثلا، ولا ورده مرسومه على المفرش او على المنديل، مفيش حاجه قدامك غير الطبق اللي عليه مكرونه وتركز فيه. طبعا واحد يقول لي قال لي يا ابو حميد انت بتستفزني جدا، تقول لي طبق فيه 6 مكرونات وبتصرف له قد كده وبقعد بالشهور، ده الواحد بيروح كشري ابو طارق يفكر قد ايه هو مبذر. انا موافقك عزيزي المشاهد، انا مش مختلف معاك، هذا الرجل فعلا مستفزني انا شخصيا. وبص يا عزيزي المشاهد عشان اكون صريح معاك، لا انا ولا انت هنروح نسافر ايطاليا مبدئيا ومش هندفع الفلوس دي في اكل، فاحنا لا في حياتنا هنشوف الطبق ده ولا هنعرف نتامل، ولكن عندنا فرصه من خلال هذا البرنامج ان احنا نتامل بيت فارنزورث ونتفرج مع بعض ازاي المعماري ميس فاندرو قدر ينفذ فكره less is more اللي بنتكلم عنها. عمك ميس عشان ينفذ التخيل اللي في دماغه قرر ان هو يشيل الحيطان خالص، مش مثلا يوسع الشبابيك فنشوف الطبيعه من وراها، لا هو قرر يشيل. هو كان بيفكر لو انت ايها المشاهد قاعد وبتحب الطبيعه وكل الكلام اللي بتقوله ده، قاعد جوه البيت تتفرج على الطبيعه بتاعتك من الشباك، هيبقى عندك شباك مليان تفاصيل ومتثبت في الحيطه وانت شايف الطبيعه من خلال الفتحه
فشيل الكلام ده، انا عايز اشيل، مش عايز اشوف حاجه من خلال حاجه. لسه بقى شباك وتفاصيل واوكر ومش عارف ايه، لا انا عايز كل حاجه تبقى على الطبيعه. هو كان شايف كده كله يبقى ازاز، فيبقى المشهد جوه كانه هو نفسه المشهد بره. عايزين مشاهد تقريبا ما كانش في حيطان في البيت غير بتوع الحمام بس، وده يمكن يكون بالعافيه يعني عشان ما نقفش عرايا قدام الناس. هو كان ده اللي كان ناقص بقى، تيجي تقول له لو سمحت طب انا عايز اخش الحمام، يخش تلاقي بقى ازاز بس. يا لهوي عايزين مشاهد بعد الاوتيلات بتسيب الحمام مفتوح على اوضه النوم، يا لهوي. المهم عايزين مشاهد، عايزك تركز معايا قوي في الحته اللي جايه دي. لما نشيل الحوايط بتاعه البيت كله مش هيتبقى لنا غير السقف والارضيات. ميس قرر يشتغل عليهم بحيث ان هم برضو لسه يبقوا ابسط. هتقول لي يا ابو حميد ابسط من كده ايه؟ هقول لك اصبر. جزء من عمليه التبسيط هو الفصل بين العناصر المختلفه. يعني مثلا لو قارنت بين موبايل ايفون وموبايل سامسونج، الشركتين قرروا الموبايل كله من قدام يبقى شاشه، بس هناك مشكله، الكاميرا القدامانيه بتاعت السيلفي دي هتتحط فين؟ لازم تحطها وفي نفس الوقت يبقى الشكل بسيط. والله في حاله الايفون عملوا الحته السوداء اللي فوق دي شكلها على الاقل بجده مريب شويه، بينما الجماعه بتوع سامسونج عملوا خرم صغير مخصص للكاميرا. في كتير من الريفيوهات على التصميمين هتلاقي الناس فضلت الديزاين بتاع سامسونج، وده لانه في تقديري الشخصي عزيز المشاهد هناك فرق رئيسي واحد بين التصميمين، وهو البساطه في فصل العناصر عن بعضها. يعني في حالة سامسونج عندك عنصرين مفصول ما بينهم، كل واحد منهم معمول بأبسط شكل ليه، إطار مستطيل والكاميرا عبارة عن دايرة، مستطيل ودايرة. بينما في حالة آيفون صحيح إن هم جمعوهم في شكل واحد، بس أنا مش لاقي كلمة واحدة أوصف بيها التصميم بتاعهم. تحس لما أخذ إطار طالع له كرش من فوق. عزيزي المشاهد أرجوك، أنا مش بقول إن سامسونج أحسن أو أبل، دي خناقة شركات إحنا ملناش علاقة بيها. أنا لسه واحدة فيكم هتدفع لي فلوس عشان أقول واحدة منهم أحسن من التانية. إحنا بس بنحلل الشكل الهندسي وبنحلل فلوسنا اللي هيتقال إن شاء الله في المستقبل، وبنقول هو ليه يبدو مريح اكتر للعين. تقول لي يا عزيز المشاهد ايه علاقه ده بالفيلا؟ اقول لك تعالى بص معايا. احنا بعد ما شلنا الحيطان فالعناصر الباقيه بقت منفصله عن بعض ومحطوطه في صوره بسيطه جدا، وهي خط فوق وخط تحت، خطين افقيين متوازيين. بس للاسف طبعا بالنسبه لميس الارضيه والسقف محتاجين عمدان تشيلهم. المشكله ان العمدان دي هتبقى عناصر جديده تبوظ بساطه الشكل اللي هو عايزه، هو عايز شكل بسيط وهتضيف خطوط زياده عليه. كده بالنسبه له ما بقاش عنده خطين افقيين وخلاص، بقى عنده كمان خطوط راسيه هتقطعهم، وكل الخطوط دي داخل في شكل هندسي واحد وهو ده. بالنسبه لميس دي مش خطوط بسيطه منفصله، ده مستطيل طالع منه خطوط وداخل فيه خطوط وحاجه اخر لخبطه. الراجل يعمل ايه في المشكله دي؟ اكيد مش هينفع يستغنى عن العمدان والا الست هتبقى ساندوتش. فعمل ايه؟ خلى العمدان تخش جوه شويه وبعدين يخرجها بره شويه، يعني تبقى راكبه على واجهه البيت من بره، وبقى هو ده الشكل. اصبح عندي خطين افقيين واربع خطوط راسيه كلهم مفصولين عن بعض، الخطوط الافقيه لوحدها والراسيه لوحدها، دول حاجه ودول حاجه ثانيه ومترتبين جنب بعض بنسب هندسيه هاديه جميلة. عمك ميس بقى يقف هنا ونحاسب العمال ويلم العدة ونروح؟ لا طبعا عزيزي المشاهد، عشان تعمل حاجة أبسط لازم تبذل مجهود أكبر. لو سبت الموضوع كده توقفت على هذه النقطة هتلاقي كمية كبيرة من التفاصيل اتضافت وانت مش واخد بالك، وده راجل غير عمرو دياب ما يقولكش أخبارك إيه مع التفاصيل، أحب أسمعها بالتفصيل، لا ده ما يحبهاش خالص. يعني إيه الكلام ده؟ عزيزي المشاهد أنا عارف إن أنت ممكن تكون مش فاهم، فهديك مثال يوضح لك كل حاجة. عزيزي المشاهد بص على أي لابتوب، لو أنت بتشوف هذه الحلقة وتبص على اللابتوب من الظهر وتقلب كده فيه تبص على أجزاء، هتلاقي عبارة عن أجزاء متركبة في بعض وعينيك شايفة أماكن التركيب دي، وحدات متداخلة في بعض، وده معناه خطوط إضافية زيادة العين بتشوفها. هل شركة أبل توافق على هذا الكلام؟ لا، اللابتوب بتاعي يا جماعة مختلف، مسطح رصاصي سادة وفي نص اللوجو التفاحة، مفيش أي خطوط تانية. قرروا يسمعوا هيكل الجهاز كله كجسم واحد يوني بادي، مش قطعة متركبة في بعض. يعني أنت عزيز مشاهد لو بتتفرج على هذه الحلقة على لاب أبل لفني برضه وقلب في الجهاز، مش هتلاقي أي خطوط أو فواصل تقول لك هم ركبوا الأجزاء دي في بعض إزاي، قدروا يخفوها تماما، حاجة في قمة البساطة. واحد يقول لي قال لها يا ابو حميد طب انا ببص لقيت خط. عايزين المشاهد ده غالبا اتكسر. لا حول ولا قوه الا بالله، كسرته؟ مش مشكله تشوفني على الموبايل، مفيش اعذار، ما قعدتش تلفني تاني. لما اكلمك تبص لي. هتقول لي يا ابو حميد انت اللي قلت لي الف. ولد خش على اوضتك. لا تعالى عزيز المشاهد انت رايح فين؟ المهم عزيز المشاهد نفس هذه الفكره ميس طبقها في تنفيذ الفيلا، كان لازم يخبي التفاصيل اللي هتضايقه ويخفي اي خطوط مش عايزها تبان. هو كان عايز الفيلا كلها شويه خطوط افقيه موازيه لبعضها، ويا دوب الاربع خطوط بتوع العمدان بس هم الافقيين، والعمدان دي عزيز المشاهد كانت على عينه والله. هو لو عليه كان شاري العمدان وعمل الست ساندوتش مكانت الاكس بتاعته، عايز ينتقم منها. المهم عزيز المشاهد لو بصيت معايا على السلالم هتلاقي كلها متثبته من ورا، والقوايم اللي هي الحته الراسيه اللي شايله كل سلمه راجعه لورا مسافه بحيث تكون مش ظاهره، وبكده لو بصيت على البيت من قدام فانت شايف السلالم الخطوط الافقيه بس، والخطوط الراسيه تقريبا كلها مش موجوده، وبكده يبقى ميس نجح في اللي هو عايزه، صمم بيت عباره عن مجموعه من الخطوط الافقيه المتوازيه متشاله على اعمده ستيل. العمود الستيل ده على فكره كان حاجه جامده جدا، انا مش عمال اذكره من فراغ يعني.
افتكر ان الوقت اللي البيت ده اتصمم فيه كان بعد الثوره الصناعيه، ذروه عصر التحديث في نص القرن العشرين. فالعمود الستيل ده كان ابتكار غير شكل العماره تماما. فمبنى زي اللي انا بحكي لك عليه ده، بيت فارنزورث، بقى ممكن تفككه بالكامل وتركبه في مكان تاني، عشان اعمده الستيل بتتربط مع بعضها بمسامير، تتفك وتتربط، مش بتتصب في الموقع زي الخرسانه. العمود الستيل هو احد رموز العالم الصناعي، حيث كل شيء بيكبر وبيتطور بسرعه محمومه. الانسان بقى عايش في زحام من التفاصيل، تفاصيل كتير صعب يلاحظها كلها، وكل ما التفاصيل دي كترت كل ما بقت الملاحظه اصعب. عزيزي المشاهد، التايم لاين بتاعك على الفيسبوك دليل على الكلام ده. شوف في كام حد بيكتب بوستات حلوه او بيشير لوحات ومزيكا جميله. مع كل زياده الوقت المخصص لكل حاجه بيقل، لدرجه اننا ممكن دلوقتي نوصف واقعنا بمور از ليس. الحاجات كتيره بس يمكن تاملنا فيها وتقديرنا ليها اقل. في الحقيقه عزيزي المشاهد، كمان موضوع الاقل والاكثر وليس از مور بيثير الكثير من الافكار. ازاي ممكن بشويه خطوط بسيطه جدا مباشره جدا تقدر تنتج تصميمات بهذا الجمال؟ وقد ايه انت محتاج مجهود كبير عشان تعمل حاجه بسيطه اللي قد تبدو لاول وهله استسهال. وده بيخلينا نفكر ان المعرفه بتاعتنا ما هياش بالضروره انعكاس مباشر للواقع. يعني لما نشوف شخص كلامه قليل بنحس انه حكيم او ذكي اكتر مثلا، وده مش بالضروره يكون صح. وبفكر كمان اننا بنطبق ليس از مور حرفيا في الصيام، لانه فتره من الزمن بنمنع نفسنا فيها عن اشياء اوليه زي الاكل او الميه. فيمكن يكون ده بيدينا فرصه لتامل تاثيرها علينا، فزي ما تقول كده تقديرنا ليها بيزيد. يعني الامتناع عن الاكل ممكن يكون طريقه لتقدير الاكل اكتر من انك تاكل. وهي دي نفس الطريقه اللي استعملها الراجل بتاع التورتليني ده، ابو ست مكرونات، ونفس المبدا اللي اعتمد عليه ميس فاندر روم في انه يدي اهميه اكبر للبيت وللمنطقه اللي حواليه. عزيزي المشاهد، تعبير ليس از مور هو واحد من الامثله اللي عمال اضربها لك، جمله مش كامله. ليس ايه بالظبط؟ اللي يبقى مور ايه بالظبط؟ ورغم كده الا انها واحده من اشهر الجمل في اوساط المعماريين، ولحد النهارده المعماريين والفنانين بيدوها معاني كتير وبيكملوها بطرق مختلفه في مباني وتصميمات. فالناس دي لقت وجاهه ان القليل احيانا بيكون كتير. هم لقوا وجاهه في كده، احنا بقى لقينا العكس تمام. كل ما نزود الحلقات وكل ما المشاهدين يشوفوا حلقات اكتر من اللي فاتت وحلقات اكتر من اللي جايه والمصادر والقناه على اليوتيوب، هيقولوا الله يا ابو حميد ايه كل هذه الاعمال العظيمه، بس لقينا احنا كده. وشكرا يا عم ميس، مش عايزينك، احنا نجيب هاني سعد ديزاينز يعمل لنا الاوضه بتاعتنا. لان انا مقتنع ان مور از مور، حلقات اكتر، فايده اكتر، نمو اقتصادي، كل حاجات بقى الايجابيه دي. من الماليزم دول عند الفقراء، لكن احنا بنعمل مذهب ونيش ونفضل نحط رسومات كلها على الصوره في كل حته، شباك وباب وكل حاجه، زحمه، احب الزحمه. وبرده عشان ما بقاش يعني كسبت دول وخسرت دول، المينيماليزم اهو، الدحيح مينيمال، تيشيرت فضي، بنطلون اسود، جزمه بيضاء، شكرا، خلاص احنا خلصنا.